فيديو كليب ان شاء الله. هيعرض ان شاء الله على البرايم الجاي. ان شاء الله. الف مبروك. انت غلطان، انا ده ثاني فيديو كليب. انت نسيت فيديو كليب بتاع فادي ولا ايه؟ ولا يا معلم انا مخربة الدنيا. انا راح اختار واحد منكم والبقيه كله راح يقيمه على اداؤه امس في المسرح. فنبدا مع عزيز. اعطوني كومنت على نفسي. اصابك عشق عمر بيت بيسوء من احلى الاغاني اللي غناها في البرايم ده انا شفته. الاغنيه كانت لايقه عليه جدا جدا جدا، ابدع بمعنى الكلمه. مفيش ولا كومنت على عزيز امبارح. ممتاز. ما نقدر نتكلم. هو كالعاده يعني ما نقدر نقول شيء. عزيز هو عزيز يعني. الوحش. الله يذكره بالخير استاذ حسن. عزيز ما تقدر تقول شيء. وحش. رايكم حبوا الوحش. عزيز نقول له برافو، ولكن ما حسيتش الاغنيه بينت له كل قدرات صوته. نتصور كان غنى اغنيه اخرى يعني تنجم تبين له صوته اكثر. لسه الخير جاي ان شاء الله. عزيز عنده برشا قدرات مزيانه، خاصه كي يطلع يعني في العالي، فان شاء الله في البريميت الجايه يبين شيء ان شاء الله. نشوفه يغني جبلي مثلا ولا لبناني، نتصور يخرج عليه اكثر. في تردد نوعا ما كان يمكن بالاغنيه بالنسبه لك انه انت تحسها ما تشبهك، فما حسيت بكاريزمتك كالعاده اللي توقفها انت كوحش. صح، مش ديما كيف تنجم تخرج كاريزما في كل اغنيه، فما اغنيات ما يطلبوش كاريزما، فما اغنيات يطلبوا الهدوء ويطلبوا انسان ريكس. ننتقل لسالم الحين. انا شفت ان سالم امبارح كان حضوره حلو جدا، في بس جزء هو من كتر ما هو مركز فيها، عارف انت لما تكون متركز في حاجه بتضيع. ايه هي هو التركيز الزياده بيوتر. عمل ميكس نغار. استعجلت في الدخول، بس الحمد لله انه شلت المايك على طول، ما تفاديت الموقف قد ما اقدر. عادي غلطت يا سالم، على خاطر كي تغلط تتعلم الغلطه هذيك وما عادش تعاودها. نحن جايين لهنا باش نغلطوا باش نتعلم. انا اللي لاحظت البرايمات اللي دائما يغني فيها لهجه غير خليجيه، اشوف في ثقه داخليه جواه يصير المسرح. ويتحرك زي اللبناني زي التونسي. في 10,000 كل ما غير لون في 10,000. نسينا انت كيف بتغني خليجي اصلا. لا اكيد ما تشيلين هم جوري، الخليجي بنرجع فيه والخليجي بالدم اصلا. الاسبوع هذا بنرجع للخليجي ان شاء الله. ننتقل لنور. والله ابدعت صراحه، يعني انا كنت متخوف مره. بس ما شاء الله ما ينخاف عليها، ابدعت اللهجه، الكلام اللي قالته، كل شيء خليجية بالبنت ما شاء الله، ما يبين لك انه تونسية. ما تقول مثلا تونسية ولا ما، خلاص خليجية. خلاص صرنا ثلاثة في الفريق خليجيين، انا وسالم ونور قمر معانا. كنا خليجيين بحضر بعض. سيلز. من النقاط اللي كان ودي بس اوضحها، يعني يوم كنا في البروفات